السلام عليكم. كمقدمة بسيطة لمحاضرتنا السابقة، شرحنا عن الدافعية وأنواع الدوافع، وشرحنا أيضا أسباب تدني الدافعية، والآن راح نشرح الأساليب حتى نعالج تدني الدافعية. أولا الأسلوب السلوكي. بهذا الأسلوب يكون المعلم المختص له دور الرئيس في إدارة ومعالجة المشكلة. فأول شيء لازم نعرف أسباب تدني الدافعية عند الطالب. حسب وجهة نظر السلوكية ممكن نعالج أسباب تدني الدافعية بأنه يقضي المعلم معظم وقته مع طلابه، ويعني قد ما تتوفر مثل هاي الفرصة لغيره من التربويين. عند المعلم الفرصة الكافية حتى يحدد أسباب المشكلة وأساليب المعالجة، وأن المعلم هو المعني أكثر من غيره في التدريب على أساليب الكشف عن المشكلة وتقصي أسبابها. ممكن نلخص أهم خطوات معالجة التدني الدافعية حسب المنظور السلوكي. أول شيء نحدد أعراض المشكلة، مثلا عند الطالب تشتت انتباه، نريد نعرف أعراض هذه المشكلة. نحلل الظروف الصفية اللي جعلت الطالب يكون عنده تدني بالدافعية، مثلا جو الصف المنفر، تدني حيوية المعلم، غياب التعزيز الفوري. والنقطة الثالثة أنه نحدد الأهداف العامة والخاصة. بهذا التحديد راح يقل أثر العوامل اللي تسهم في تدني الدافعية، ولازم أنه نحدد السلوك اللي يؤدي إلى تدني الدافعية الصفية بأنه سلوك اللي يظهر بالطلبة شعورهم يعني بالملل. بنشوف إحنا طالب يشعر بالملل والانسحاب ودائما مشتت الانتباه وما يشارك بالأنشطة التعليمية الصفية، هذا دليل على أنه عنده يعني الدافعية قليلة. التعرف أيضا على الإجراءات المناسبة ونحدد الإجراءات التقويمية. هاي بالنسبة للأسلوب السلوكي لمعالجة التدني الدافعي. لو نجي للأسلوب المعرفي حتى نعالج الطالب اللي عنده تدني بالدافعية، أول شيء خطوات موجودة. أول خطوة أساليب التعرف على المشكلة، لازم ننتبه إلى العناصر اللي تكون المشكلة وتعريفها لكلمات ومفردات كثيرة، ونكشف عن مدى تأثيرها على الطالب. والتحدث إلى الذات بصوت عالي بالأسئلة التالية: شنو أريد أن أعرفه؟ لماذا علي أن أفعل كذا وكذا؟ متى أكون راضي عن أدائي؟ وثالثا معالجة المشكلة تتضمن استراتيجيات، مثل أنه نتحدث عن المشكلة أبنية معرفية مناسبة بصوت عالي، وننتبه إلى العناصر المتعلقة بالمشكلة، ونساعد الطالب على أنه يتخيل نتائج معالجة المشكلة أو يتخلص من أعراضها، وأيضا نساعده على زيادة الاهتمام بذاته. إن شاء الله تكون هذه العلاجات حسب المنظور السلوكي والمعرفي واضحة لكم. شكرا لاهتمامكم، وإن شاء الله بالمحاضرة اللاحقة راح نشرح نظريات